أثرت الحضارة الإسلامية على العالم؟ كيف أثرت الحضارة الإسلامية على العالم؟ كانت مساهمات المسلمين في أوروبا العصور الوسطى متعددة، وأثرت على مجالات مختلفة كالفن والعمارة والطب والصيدلة والزراعة والموسيقى واللغة والتكنولوجيا من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر. نقلت أوروبا المعرفة من الحضارة الإسلامية عن طريق نقل الكلاسيكيات وبالأخص أعمال الفيلسوف الإغريقي أرسطو بعد ترجمتها من العربية. كيف نشأت الحضارة الإسلامية؟ ويمكن اعتبار التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي في شبه الجزيرة العربية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة مروراً بالدولة الأموية في دمشق التي امتدت من حدود الصين حتى جبال البرانس شمال الأندلس، ثم الدولة العباسية بما تضمنته هذه الدول الإسلامية من إمارات. ما هي خصائص الحضارة الإسلامية؟ إنها حضارة للروح والمادة معاً، الاعتناء ببناء الإنسان نفسيا وعقليا وجسديا وسلوكيا. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أهم ما يميز الحضارة الإسلامية: قامت الحضارة الإسلامية على أسس متينة بعيدة عن الغلو والخرافة، فاعتمدت على المنهج العلمي والتفكير السوي، ولذلك تجد الحضارة الإسلامية اهتمت بالعلم ودونت العلوم، بل أنشأت علوماً لم تسبق لها، ووضعت قواعد علمية وضوابط فنية لاستنباط الأحكام وترجيح الأدلة عن التعارض، وتبنت كل ما يفيد الإنسان ويعمر الأرض. إنجازات الحضارة الإسلامية في الأدب: أهم إنجازات الحضارة الإسلامية في النظم والشعر. قدمت الحضارة الإسلامية نماذج عظيمة. إنجازات الحضارة الإسلامية في الأدب: أهم إنجازات الحضارة الإسلامية في النظم والشعر. قدمت الحضارة الإسلامية نماذج عظيمة لفني الشعر والنثر باعتبارهما تعبيرين ثريين عن الحياة، حيث لطالما كان للشعراء والأدب مكانة عظيمة لامتلاكهم قوة الكلمة والموقف. ومن أهم الإنجازات في هذا المجال سرد القصص والحكايات وتقديم نظرة ثاقبة من خلالها عن موضوعات الحب والحياة. ولعل من أبرز الأمثلة في هذا المجال هو كتاب ألف ليلة وليلة، والذي جاء نتيجة ازدهار النثر العربي بعد دخول الفرس إلى الإسلام وترجم إلى لغات عديدة، وكتاب كليلة ودمنة العبد الله ابن المقفع. تجديد النثر الأدبي في بداية القرن الثامن الميلادي، والذي أدى بدوره إلى إثراء وتنويع فن البلاغة، والذي انعكس على بلاغة الخطاب في الموضوعات المختلفة، وساهم أيضا في إنشاء نوع جديد من الرسائل الخطابية السياسية والمكتوبة بأسلوب خلاب وتعبيرات قوية بلغة الشعر الفلسفي ذروته. وهذا بالطبع كان عن طريق الشاعر أبي العلاء المعري، والذي أكسبه بعدا فلسفيا عميقا، حيث انبرى أبو العلاء لقضايا فلسفية لم يكن للشعر العربي سابق عهد بها. وتجلى هذا البعد الفلسفي في رسالة الغفران. ظهور شعر الزهد والإيمان والتأمل كشعر مضاد لشعر الخمر والمجون، حيث كان شعر الزهد وسيلة الزهاد في التعبير عن رفضهم للخلاعة والمجون، أو تعبيرا عن تخليهم عن الجاه والسلطان، أو لإيمانهم بالزهد كمنهج وأسلوب حياة يتحلون به بالقناعة والعزوف عن متع الحياة ومفاتنها. وكان أبو العتاهية وأبو نواس من أبرز شعراء الزهد في العصر العباسي. بروز ظاهرة الشعر الوصفي: وكان هذا في الفترة التي عاشت فيها الدولة العباسية في رخاء ونعيم، ويميل الشعر الوصفي
إلى التغني بمظاهر الحضارة والعمران، وكان من أبرز تجلياته ظهور شعر الحدائق والأزهار، حيث كان يتغنى الشعراء بالقصور والبساتين والرياحين والصروح الشاهقة. وكان من أبرز شعراء تلك الظاهرة ابن المعتز، الذي تغنى بعود الريحان في شعره. الاهتمام بالأمثال وجمعها وتأليف الكتب فيها، وكان من أشهرها مجمع الأمثال للميداني، والذي جمعه من عصارة نحو 50 كتابا في الأمثال، وقام بترتيبه على حروف المعجم. ومن أشهر الأمثلة أيضا على معاجم الأمثال المرتبة على حروف المعجم هو معجم المستقصي في الأمثال للزمخشري، وهو من المعاجم التي فتحت الباب للاهتمام بدراستها، كونها تعبر عن عقلية الأمة في ضوء معرفة تجاربهم جيلا بعد جيل. تأثير أدب الحضارة الإسلامية على الهوية الثقافية للغرب. تأثير الأدب الإسلامي على هوية الغرب الثقافية. تأثير الأدب الإسلامي على هوية الغرب الثقافية تتجلى في دراسات الأدب المقارن، التي تدرس مواطن التلاقي بين الآداب المختلفة ومدى التأثير والتأثر فيها من حيث الأصول والفروع الفنية والتقنية، وكذلك بواسطة دراسات المستشرقين. وهنا يجب توضيح معلومة هامة، وهي أن الأدب الإسلامي تسمية مجازية للفنون والآداب التي ظهرت في الدول الشرقية، الهند وفارس وتركيا والدول العربية، وكذلك كل الدول التي ازدهرت ونمت آدابها في ظل الحكم الإسلامي، كما كان الحال في الأندلس وحضارتها الرائدة. هذا وإن على الإنسان الواعي إدراك أن الأدب هو نتاج الفكر والإبداع الإنساني، وهو ليس حكرا على فئة معينة تملك حقوق استغلاله. ومن ثم فإن إمكانيات النقل والتأثير والتأثر بين الآداب الخاصة بأي شعب من الشعوب متاحة، فهي لا تنكر أصالة الأدب القومي بل إمكانياته للتفاعل مع الآخر. والآداب الشرقية والعربية لا تنكر التأثر بالأدب الغربي في أوجه عديدة كان له فيها الريادة والسبق، مثال القصة القصيرة والرواية الحديثة والمسرح. فهذه جوانب لم يعرفها العرب إلا عن طريق الاتصال بالغرب. لذا فإن التأثر سواء الإيجابي أو السلبي بأي أدب من قبل أي شعب يتوقف على قدرته على التفاعل الناضج للحفاظ على الأصالة القومية، وليس هذا يدعو للانكسار بل الإنصاف بحق كل شعب في الاعتراف بفضله وريادته في أي مجال. وللتأكيد على وجهة النظر الإسلامية في دورها وأثرها في الأدب الغربي، يلوح لنا طريقان: كيفية الانتقال لنشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية ومنه إلى العالم أجمع، ثم أصبح يحتل المساحة من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلنطي جغرافيا وتاريخيا. كانت الحضارة الإسلامية قد تفاعلت وصارت فاعلة في هذا المحيط الإنساني الشاسع، وقد استمر حكم المسلمين منذ القرن العاشر الميلادي ولمدة تزيد عن 8 قرون بعد ذلك. أثرت فيها الحياة الأندلسية والأوروبية بكافة فروع الحضارة الإنسانية، حتى صارت الأندلس كعبة يحج إليها طلاب المعارف في كل أنحاء أوروبا. ومن الأندلس وجنوب أسبانيا انتقل هذا التفاعل الإنساني إلى بقية مجتمعات أوروبا. فقد استمر حكم المسلمين في صقلية مدة قرنين، وصارت دول مثل فرنسا وإيطاليا مجتمعا متمدنا على غرار الحضارة والثقافة الإسلامية. وفي الشرق الإسلامي انتقلت الحضارة منه إلى أوروبا عبر تركيا الإسلامية، ومن مصر والشام كانت للحملات الصليبية أكبر الأثر في جعل الحضارة الإسلامية رافدا رئيسيا مؤثرا في الحضارة الغربية بما حملوه معهم من فنون وآداب الشرق.